في بداية فيلمنا النهاردة بنشوف براين وهي في أوضتها وبتجهز كده عشان تنام بدري كده، ومرة واحدة كده الأنوار اللي في البيت كلها بتقعد تنور وتطفي لوحدها، وبتصحى على صوت دوشة جاية من الشارع. ولما بتبص كده من الشباك عشان تفهم الدوشة دي جاية منين مش بتلاقي حد، فبتنزل تحت كده، بس لما بتنزل بتلاقي إن النور قطع في البيت كله، وغير كده كمان باب البيت مفتوح، فبتترعب من المنظر ده. وفجأة بتلاقي أصوات غريبة جدا جاية من تحت، وبعدها على طول حاجة بتدخل البيت. فبراين بتخاف أكتر وبتقرر كده تطلع أوضتها تستخبى، بس وهي طالعة على السلم الخشب بيعمل صوت، فالخيال ده بياخد باله. وبعدها براين كده بتقلع شبشبها وبتطلع فوق بالراحة، بس الخيال الغريب ده بيشوفها برضو. وأول ما براين كده بتفهم إن هو شافها، بتطلع تجري على أوضتها، وهي بتقفل كده الباب بتشوف راس غريبة طالعة على السلالم. فبراين بتدور كده على أي حاجة في الأوضة تقدر يعني تستخدمها كسلاح، وبتطلع يعني شنطة كبيرة من تحت السرير، وبتخاف أكتر من الصوت اللي الشنطة يعني بتعمله. وفي اللحظة دي براين بتسمع صوت خطوات رجلين بتقرب عليها، وبيفتح باب الأوضة. فبراين بتستخبى ورا السرير وبتسمع أصوات غريبة، فالكائن الغريب ده بينط فوق السرير، واللي براين بتكون نزلت تحته أصلا. وبعد ما الكائن ده مش بيلاقيها بينزل من على السرير، وبراين بتشوف إيديه ورجليه واقفة قدامها، وبيفضل واقف شوية في مكانه وبيعمل أصوات غريبة، وفجأة بيفتح الشباك وبينط منه. فبراين بتطلع من تحت السرير وبتحاول تبص عليه عشان تشوف شكله على الأقل، بس مش بتلاقي أي حاجة قدامها، فبتمسك عصاية حديد كده وبتجري على تحت وبتقفل الباب بسرعة. وفي اللحظة دي النور بيرجع وكل الأجهزة الكهربائية بتشتغل تاني. فبراين بتروح تطفي كل حاجة وبتطفي نور الألعاب اللي على الترابيزة، وبتستوعب بعدين إن في حد معاه في البيت، فبتجري على التليفون كده عشان تطلب البوليس، بس بتلاقي التليفون مش شغال. ومرة واحدة باب التلاجة بيتفتح لوحده، أصلها ناقصة رعب، فبتخاف وبتصوت وبتطلع تجري ناحية السلالم. وفي اللحظة دي بتلاقي الكائن الغريب نازل على السلالم برجليه طويلة، فبتروح تستخبى بين الترابيزة والتلاجة، وفجأة المكان بيبقى هادي على الآخر. فبراين بتاخد نفسها وبتحاول تفتح عينيها عشان تبص حواليها، فبتلاقي التليفون بيشتغل وفي ايد غريبة بتمسكه، فبتصوت. ووقتها باب التلاجة بيتفتح وبيخبيها، وبعدها الكائن بيقرب عليها كده ويمسك باب التلاجة وبيبص عليها من فوق. فبراين بتزق الباب وبتجري على أوضتها، وفي الوقت ده الكهرباء بترجع تشتغل في البيت كله، وأصوات الكائن الغريب دي بتملى البيت. فبراين وهي بتجري بتتخبط وبتقع على الأرض، وهي بتزحف كده على الأرض الترابيزة اللي قدامها بتتقلب وبتخبط في الحيط، وفجأة بتلاقي في حاجة بترفعها في الهواء، فبتلاقي نفسها في وش الكائن الفضائي، فبتضربه باللعبة اللي في إيدها، والكائن الفضائي بيقع من طوله. إيه ده بالسهولة كده؟ فبراين بتزحف على الأرض من خوفها، وبتقعد على جنب كده وبتفضل في مكانها لحد الصبح. ولما الشمس بتطلع بتبقى قاعدة في مكانها برضو، ومش جايلها قلب تتحرك، ورجليها بتبقى وجعاها، فبتشيل الإزاز اللي دست عليه بالليل، وكل ده والكائن الفضائي بيكون لسه في مكانه. فبراين بتغطيه ببطانية عشان ما تشوفهوش قدامها، وبتحاول بعدين انها تتصل بالبوليس، بس التليفون برضو مش بيكون شغال، وبتلاقي الكهرباء لسه مقطوعة في البيت. فبتركب العربية عشان تروح القسم، بس بتلاقيها مش راضية تشتغل هي كمان. وبعدين بترجع البيت وبتاخد دش وبتمسك أعصابها، وبتقرر انها تاخدها ماشي لحد المدينة عشان تجيب اي حد يعني يساعدها. وهي في الطريق بتلاقي عربية بريد مقلوبة، ولما مش بتلاقي حد جواها بتحاول تدور على اي حد قريب، بس مش بتلاقي حد. وبعدين بتاخد بالها ان في دواير محفورة على الارض، فبتمشي من هناك وبتكمل ماشي لحد ما بتوصل المدينة. بس اول ما بتوصل القسم بتقابل الضابط ومراته، واللي اول ما بتشوفها بتتف عليها، ليه يا حاجة بس القرف ده، ومحدش من اللي واقفين بيساعدها. فبراين بتفتكر لما صحيت قبلها بيوم وكان كل حاجة ماشية تمام، ومع انها عايشة يعني بعيد وفي ضواحي مدينة ام ريفر، بس بنعرف انها حاولت كتير انها ما تيأسش، وبنكتشف ان هي اللي عاملة الالعاب اللي برا دي، وكانت بتفصل يعني هدوم لنفسها، وبتاخد بالها من البيت والجنينة. ووقتها اخدت بالها من الدوائر اللي اتحفرت على الارض دي، ومع ان الحادثة اللي عملتها عادي كده عدت عليها وقت طويل، محدش من اهل المدينة بيكون طايق يتعامل معاها، بس هي برضو يعني من وقت للتاني بتروح المدينة وبتبعت جوابات، وبتروح تزور قبر مامتها. وقبلها بيوم قبل ما ترجع البيت
بتكون بعتت جواب تاني لصاحبتها مود وبتقول لها يعني فيه انها شافت اهلها، وبعدين عامل بريد بيجي وبيجيب لها الطرد اللي كان بقالها كتير جدا مستنياه، فبتحتفل يعني يومها وبتحضر اكل حلو، وبتنهي الجواب بانها بتطلب من مود انها تسامحها، مع ان يعني عدى 10 سنين على اللي حصل يعني، وهو ده السبب اللي مخلي مفيش حد بيروح يساعدها، والظباط بيعملوا نفسهم مش شايفينها. فبتمشي من المكان وبتقعد تلف شويه في المدينه وهي مش عارفه هي المفروض تعمل ايه بعد كده، ومره واحده بتلاقي الاتوبيس قدامها، فبتاخد قرارها في لحظتها وبتركب الاتوبيس وبتمشي من المدينه دي، وبتحس اخيرا انها في امان وانها ارتاحت. بس فجاه بتسمع صوت جاي من وراها، فساع البريد بيهجم عليها وبيتحول كده وبيتصرف زي الكائن الفضائي بالظبط، فبراين بتزقه وبتطلع تجري من الاتوبيس، وهي ماشيه في الشوارع بتلاقي الكنيسه قدامها، فبتكون حاطه امل ان حد يساعدها، بس مش بتلاقي حد جوه. وبعدين بتوصل عند قبر مود، وبنفهم ان صاحبتها عاشت 12 سنه بس، ولما الدنيا بتغيم براين بتطلع تجري على البيت، وبتلاقي ناس واقفين وباصين على السما وبيعملوا تصرفات غريبه، وبتطلع ان الكائنات الفضائيه بتدخل اجسام الناس دي وبتسيطر عليهم. وفي المشهد اللي بعد كده براين بترجع البيت اخيرا، وجثه الكائن الفضائي بتبقى لسه في مكانها، بس يعني مطلعه ريحه بشعه في المكان، وبتلاقي خط كده بيوصل ناحيه الباب زي ما يكون كده في حاجه زحفت من جسمه وطلعت الشارع، ولما براين بتدور عليه مش بتلاقيه، وفي الاخر بتمسك اعصابها وبتقرر تتصرف. وبعدين بنشوفها وهي مولعه شمعه في البيت كله، وبتحط حلل ميه على البوتاجاز، وبتدور على اي حاجه تقدر تستخدمها كسلاح، وبتقفل الابواب والشبابيك بالمسامير. بس مره واحده بتلاقي المسامير دي بتطلع لوحدها، وبتلاقي نور قوي ظهر قدام باب البيت، فجثه الكائن الفضائي بتترفع في الهواء وبتطير ناحيه الباب، فبراين بتروح تستخبى بس بتسمع صوت حد داخل البيت، وبعدين بتلاقي كائن فضائي تاني داخل من باب البيت، وبتحاول تستخبى منه وتمسك المقص وبتخليه معاها، ولما الكائن الفضائي بيظهر في وشها براين بتمسك صورتها هي ومود، فالكائن الفضائي بياخدها منها وبيفضل باصص فيها، وبراين في الوقت ده بتجري على المطبخ، بس بتلاقي هناك كائن فضائي تاني، واول ما بيشوفها بيهجم عليها، بس براين بتتخانق معاه وبتعضه من دراعه عشان تبعده عنها، فبيسيبها فعلا وبينط على جنب، فبراين بتستغل الفرصه دي وبتجري على حلل الميه وبتاخدها تقلبها على وشه، بس كان الفضائي بيتعصب اكتر، وفي الوقت ده بيظهر نور قوي قدام الشباك، وقتها براين ما بيبقاش في حاجه في ايدها تدافع بيها عن نفسها، فتمشي بالراحه كده بظهرها ناحيه الحمام وبتقفل الباب على نفسها، بس كان الفضائي بيروح وراها وبيكسر الباب وبيهجم عليها، فبراين بتضربه بالمكنسه، وبعد ما الكائن الفضائي بيكسرها براين بتمسك العصايه وبتحدفها عليه وبتثبته يعني في الدولاب، وبتستغل الفرصه دي عشان تهرب. وبعدين وهي بره بتشوف كائن فضائي تاني، فبتحاول تستخبى بس بتقع تحت ايد ساع البريد ولا بيكون اتحول، فبيجرها من شعرها لحد الكائنات الفضائيه، ومره واحده بينزل عليهم شعاع نور، فبراين وقتها بتزق الراجل برجلها وهو يعني بيدخل جوه الشعاع ده، وبيتسحب السفينة بدل براين، وبعدها بيرجع لكوكب الأرض وبيبدأ يتكسر، وبراين أول ما تشوف ده بتطلع تجري، بس وقتها بيجي كائن فضائي ضخم شبه العنكبوت وبيجري وراها، فبتحاول تستخبى منه وبتدخل يعني عربية وبتستناه يدخل وراها، وأول ما بيعمل كده فعلا بتقوم هي طالعة وبتولع في العربية وبتقتل الكائن الفضائي، ولأول مرة بتحس إنها ارتاحت وبتفضل مصممة إنها تهزم الكائنات دي. بس في اللحظة دي بينزل شعاع تاني، فبراين بتروح تستخبى في البيت، بس وقتها يعني بيدخل كائن فضائي جديد وبيقف عند الحيطة اللي عليها صور، فبراين بتحاول تهجم عليه بس وهو يعني بيرميها يعني في الحيطة بسهولة جدا، والحيطة بتتكسر. وبعد كده بتلاقي الشعاع جاي من الشباك، وأول ما بيجي عليها بيخليها يعني تثبت في مكان ما هي واقفة، ووقتها يعني الكائن الفضائي بيطلع طفيلي من بقه، ايه القرف ده؟ واللي بيدخل جوه بق براين. وفي المشهد اللي بعد كده براين بتصحى من النوم تلاقي نفسها نايمه في سريرها ونور الشمس داخل من الشباك، والبيت شكله عادي وطبيعي، فبتحط ايدها على وشها وبتستوعب اخيرا ان كل ده كان حلم، فبتضحك وعينيها بتدمع
وقتها بتسمع صوت أطفال بيضحكوا جاي من برا، فبتنزل تحت وبتلاقي صاحبتها مود، وده بيخليها تفهم إن كل ده عبارة عن تخيلات، وبتحاول تشيل الطفيلي من بقها. وقتها الشمس بتختفي، وبراين بتلاقي نفسها واقفة قدام البيت، فالطفيلي بيجري منها والشعاع بيمسكه. وبعدين بتحصل حاجة غريبة، وبتشوف قدامها نسخة منها، فبتجري ناحية الغابة، وبعدين بتظهر لها النسخة بتاعتها، فبتواجه نفسها، وبراين الفضائية بتضربها بالسكينة، وبراين الحقيقية كده بتردها لها وبتذبحها. بس معاناتها مش بتنتهي هنا، وفجأة الشعاع بيظهر فوقها، والمرة دي بتترفع لفوق وبتدخل السفينة الفضائية، وما بتبقاش قادرة تتحرك، بس بتلاقي واحد من الكائنات الفضائية بيلمس قورتها وبيوريها ذكرياتها، زي مثلا وقت ما كانت بتبني نموذج للمدينة ومامتها كانت بتساعدها. وبعدين بنفهم ليه الناس كانوا بيتجنبوا يتعاملوا مع براين، وبيطلع انها زمان وهي بتتخني مع مود على سبب تافه ضربتها بالغلط، وبنفهم ان مود تبقى بنت الضابط، ولانها يعني ضربتها بطوبة في دماغها البنت ماتت في ساعتها. والكائنات الفضائية بيبقوا واقفين يتفرجوا على كل ده، وبراين بتواجه نفسها وقت ما كانت صغيرة، واللي بتكون قاعدة تكتب في رسالة اعتذار لصاحبتها، فبراين بتحط ايدها على ايد النسخة الصغيرة منها، واخيرا بتعترف بصدمة طفولتها، والظهر كده انها بتستعد عشان تعيش حياتها وتتخطى اللي حصل. والكائنات الفضائية بتفهم ده فبيسيبوها. وبعد شوية براين بتفوق تلاقي نفسها قدام البيت، وبتستوعب انها ما بقتش خايفة خلاص من صدمة طفولتها، واللي كان بقالها سنين مش قادرة تتخطاها. وتاني يوم براين بتلبس وبتروح المدينة، وبيكون باين ان الكائنات الفضائية زرعت طفيليات في البشر كلهم اللي على الكوكب، وده مخلي الناس فاكرين انهم عايشين في الجنة، ومحدش بيكون عارف ان في الحقيقة الكائنات الفضائية بتبقى احتلت كوكب الارض. وفي المشهد اللي بعد كده براين بيبقى باين عليها هي قد ايه مبسوطة، وبترقص وبتتعامل مع سكان المدينة عادي، ودلوقتي بتبقى عايشة في المدينة المثالية شبه النموذج اللي عملته هي ومامتها، وناس كلهم بيبقوا مبسوطين وبيرقصوا وهم فرحانين. وفي الوقت ده السفن الفضائية بتبقى طايرة فوق الكوكب، وبنفهم ان الكائنات الفضائية سيطرت على الكوكب كله. بس كده بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا. اشوفك بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، اقصد يعني اشوفك في الكومنتات برضو. يلا سلام.